السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعارنا لهال 21 يوم خليك بالبيت، كان يطلع بالتسعينات خليك بالبيت برنامج. نحن حنعمل برنامج على اليوتيوب خليك بالبيت، وإن شاء الله قدر المستطاع بننزلكم فيديوهات بسيطة وسهلة التحضير بمكونات موجودة بالبيت. اليوم نعمل المحمرة، محمرة سادة أو محمرة بجبن، ترجع لكم. مكونات بسيطة وسريعة التحضير ومرغوبة للكل. مكوناتنا لليوم: عندي بندورة، وعندي بصل، زيت زيتون، حبة سوداء، شطة حارة إذا حبينا، أو حلوة حسب الاختيار بيحب حد، أو بس هي محمرة بشكل عام لازم تكون حدة. حبة ونص بصل أو حبتين صغار، عندي كاتشب وشوية سكر ومعجون طماطم وملح لتحضير العجينة اللي هي فيها حليب بودرة، خميرة، زيت، طحين أكيد وملح ومعلقة سكر. ننتقل للتحضير. هلا بدنا نجهز العجين حبايبنا لحتى يرتاح ويختمر بين ما نعمل الحشوة أو الصلصة. عندي كيلو طحين، نص كيلو مي، مو ضروري كل الميات ياخدهم، وعندي حليب بودرة كامل الدسم 3 معالق كبار، وعندي معلقة ونص كبيرة أو 20 جرام، يعني في معالق تاخذ 20، يعني مثل هاي المعلقة إذا عبيتها مليانة بتطلع أقل من 20 جرام، بحط معلقة ونص. في معالق إذا عبيناها بتطلع 20 جرام، مشان هيك أنا بحب أشتغل بالجرامات. على العموم ما بتفرق كثير، معلقة ونص كبيرة خميرة. بالنسبة للحليب البودرة كثير بتسألونا في مجال نحط حليب سائل بدال البودرة، هون بحط 200 ملي حليب و300 ملي مي إذا بدي كنسل الحليب البودرة. هاي مشان حليب البودرة اللي بيضل في مجال الزيت بدل السمنة، في مجال سمنة بدل الزيت، في مجال زبدة بدل السمنة، على طول لازم نقول في شيء بدل شيء. anyway على قول ترفيق أبو عمر، هلا هي الشغلة بدي أعملها مو ضرورية بس بتساعد إنه التخمير يكون سريع. بحط هون معلقة وهي نص معلقة، وبحط معهم معلقة سكر. طبعا العيارات حيكونوا صندوق الوصف، وهي معلقة سكر مع الميات. نحركهم ونتركهم على جنب. عندي حليب بودرة، وعندنا الملح نص معلقة صغيرة أو ربع حتى، كمان ما ضروري كثير يكون الملح لأنه الطحين الكويتي هذا عرقوي. نحرك النواشف هيك مع بعض. دوبت الخميرة والسكر، حط نص الكمية. نحن عم نعملها على ايدنا للي ما عنده عجانة، اللي عنده عجانة طبعا ممكن يعجن على عجانة، لانه حتى بتجي اسئلة طيب اذا عجننا على عجانة بيقول لك ممكن نعجن على ايدنا، واذا عجننا على ايدنا طيب فينا نعجن على عجانة؟ طيب فيكم تعجنوا على عجانة وفيكم تعجنوا على ايدكم. نشوف قديش بده ياخذ طحين، قديش بده ياخذ كيلو طحين، قديش بده مي. بعتقد بياخذ اكثر من نص كيلو مي، هي نص كيلو مي خلاص او 500 ملي. بعجن فيهم، بدي زود لهم كمان، نطلب مساعد الشيف يزود لنا مي. زودنا مي عن 500 ملي، مو شرط كل طحين ياخذ زياده، في طحين ما بياخد هالقد. هلا هيك خلص، اخذ عندي انا 600 ملي، الكيلو اخذ 600 ملي مي، شايفين؟ بس هيك ما خلصنا، لسه شو بدي احط؟ اخر شيء بدي نعم بالزيت حوالي معلقتين كبار زيت للتنعيم، وبعجن فيه لحد ما ينعم. بعد ما ينعم نتركه يرتاح وبنجهز الصلصه تبعنا او الحشوه تبعنا. هاي مشان التنعيم
وهيك باخذه وبلفه يمتزج مع بعضه مظبوط. دوزة خلصنا تطلع عجينة ناعمة سبحان الله. بضل عجين الايد احلى من عجين الماكينة بكثير، استحكموا فيه. هيك حاجة. هلا بلمه، لمينا هيك شوية زيت شوي بس. نحطها هيك ترتاح تختمر براحتها. نغطية ورق او نايلو، شو اسمه هذا نايلو، ننتقل لتحضير الحشوة. هاي حبايبنا بالنسبة للحشوة، زيت زيتون حوالي معلقتين او نص كاسة صغيرة، نص كاسة شاي صغيرة او 3 معالق كبار تبع اكل. استناها لتسخن الزيت، ليسخن الزيت، زيت زيتون او زيت نباتي عادي، زيت قلي بس الافضل طبعا زيت زيتون. بستنى ليسخن مشان ننزل عليه البصل نحمسه. هذا بصلنا بعد ما حمي عندي الزيت بنزل بالبصل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جد سبحان الله ريحة البصل مع زيت الزيتون بالذات ريحة خاصة بحسها، غير لما نكون شغالين بزيت نباتي عادي يعني زيت قلي. هاي بعد ما دبلت عندي البصلة قبل ما يصير لونها ذهبي او تحمص مظبوط، بنزل عليها معجون فليفلة. هذا اللي عملناه بالفيديو تبعنا، ان كان حد او حلو يعني شغلة معلقة. بنقلبهم مع بعض. يعني شغلة دقيقتين بيتقلبوا مع بعض مع البصل. بعدين عندي تقريبا 5 حبات بندورة كبار او كيلو بندورة يعني فيكم تقولوا، شايفين هيك حاجتها. طبعا هاي الوصفة برعاية ام معاذ كاملة. بسم الله بنزل عليه هون البندورة ليتثبتوا. هون بيستنى الغليان وهدي الغاز عليهم. هلا بعد ما عقد عندي البندورة والبصل والشطة شوي يعني بعد 5 دقايق من التعقيد تبعهم عقدناهم، حط نص معلقة سكر بيقولوا منيحة مشان الحرقة وبتكسر الحموضة اللي بالبندورة. شايفين قديش؟ نص معلقة صغيرة يا دوب سكر. وملح طبعا حسب الرغبة، كل واحد قديش بده ملح. ناس بتحبها مالحة، بتحبها قليلة ملح، بدون ملح، هاي اختيارية. وعندنا تقريبا حوالي معلقة ونص او معلقتين كاتشب كبتش، وعندي معجون طماطم كمان نفس الشيء حوالي معلقتين صغار. وعلى حسب البندورة عندكم، إذا مستوية ما بتاخذ كثير دبس بندورة، أنتم بتقيموا اللون تبعها. آخر شيء صفي عندي الحبة السوداء بعد ما تستوي على الأخير. في شغلة تانية ممكن نضربها على المولينكس ننعمها بعد ما تستوي، ممكن اللي بيحب هيك البندورة تكون قطع خشنة بيخليها خشنة، نحن بدنا ننعمها. والنسبة للجبنة فينا نحط، أنا حأستعمل شلل، فيني استعمل شلل، فيني استعمل موزاريلا، فينا نجيب جبن عكاوي ونحليه، فينا نخلط موزاريلا وعادي، فيكم تجيبوا هاجدو اللي هي
او حلوم، اي جبنه بدكم اياها بتقدروا تستعملوها عليها، هي ما شرط، بس مو طبعا جبنه سائله، جبنه قابله للمط انه تمط. اخواني بعد ما تعقد عندي البندوره وكل الخليط جاهز، اخر مرحله عندي اذا حبيتوا اختياريه انكم تفرموها، انا بفرمها. هيك بتتجانس مع بعضها وبصير سهل فردها على رغيف المحمرة. طبعا هذا الهاند بلندر مخصص للشغل على السخن عادي، يعني ما بيأثر عليه. بدي نعمل على الاخير، خلي فيها شوية خشونة عشان نحس طعمة البندورة. هي خالصة، وهي ما بدها بهارات، بدنا نعتمد على طعمة البصل والفليفلة والبندورة، يعني على حبتها. هيك جاهزة، بدي استناها لتبرد ونقطع العجين ونباشر فيها شغل ان شاء الله تعالى. بحط لها هلا اخر حركة اختيارية، حبيتوا تحطوا او ما حبيتوا براحتكم، الحبة السوداء ما مكثر، يعني شغلة معلقة صغيرة، وممكن انتو فوق الجبنة ترشوا كمان حبة سوداء، ممكن حبة سوداء وسمسم، ممكن حبة سوداء، ما هيك معلمتي؟ عادي عادي، عم استأذن ام عازم يجود بالوصفة. نستناها لتبرد ونرجع لكم ان شاء الله. حبايبنا عجينتنا جاهزة، الحلوة الغمورة الشطورة، شايفين هيك ما احلاها. هلا بدي اقطعها ترخفة حسب المقاس اللي انا بدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بدنا نعمل هيك رش العجينة تبع الطحين تبعنا، وبنقطع العجينة مثل ما قلت. مقاسات متساوية، نرجع لكم ان شاء الله. هاي بعد ما قصيناها هون حبايبنا، بنوسخ المطبخ قد ما فينا بالطحين. نحطهم هيك عشان يريحوا. نوسخ قد ما فينا، نوسخ بنشيل من الدنيا طحين طحين. فرصة وصحت لك انك يا رب المنزل توسخ للبيت لربة المنزل، فاستغل الفرصة، مو كل مرة حتجيك الفرصة. هاي من النصائح اليومية. بعد الكواليس الله اعلم شو بده يصير فينا، خلف الكواليس مو بعد الكواليس. وبدنا ما نوقف دغري عشان ما ناكل اشياء. ناخذ ونرق. عندي شوربة، شوية طحين، بشكل دائري. نحطه على جنب ونعمل غيره. نحاول نطلع دائرة بدون أشكال هندسية. جوزة شعبي جاي. خلص شوبكة، هدول بدي احطهم بمكان صينية او هيك على الخامة عشان يرتاحوا قبل ما احط عليهم الصلصة. حبايبنا هلا هذا العجين نفسه
ممكن نعمله خبز اذا حبينا بدنا نعمل خبز. بسم الله. اول ما تبلش تعمل فقاعات صغيره بقلبها على الطرف الثاني نشوف شلون بيطلع معنا الخبز ان شاء الله. نقلب نضل نقلب بين وش ووش عشان تنفخ. شايفين شلون بلش تنفخ؟ يطلع عندي خبز ولا اروع من هيك، خفيف وظريف وبن عالم وناس. نفس العجينة كمان بفيدكم للناس المقطوعة من الخبز بهالفترة هي. على فكرة هذا ما بده حتى خميرة، إذا بدنا نعمله كمان بدون خميرة بيمشي الحال. هيك خالص الخبزة، شايفين ما أحلاها؟ نعمل وحدة ثانية. اول ما تبلش تعطيني فقاعات الغاز عندي لا بده يكون نايس ولا بده يكون اول. هي خالص. هلا بنرجع للمحمره تبعنا. هي عندي طيف هاي الرغيف اللي عملناه قدامكم، بدنا نفتحه ان شاء الله نشوف من جوا شلون الوضع. يعني بيطلع عنا خبز والله بشهي، شايفين ما احلاه، خفيف مستوي من جوا ومن برا. ولسه هذا بنعمل فيه شاورما او نعمل فيه اي سندويشه هيك على السخان بيكمل كمان باقي الاستواء بيطلع رهيب. وهلا على موضوعنا الرئيسي اللي هو المحمره. نجيب مقلايه دهنة زيت صغيرة كتير ونجيب قطعة عجين وبنزلها، نستنى عليها شوي لتستوي، نقلبها على الطرف الثاني، وعلى الطرف الثاني بنحط الحشوة. نقلبها هلا عليها الحشوة أو الصلصة اللي عملناها، نكتر أو نقلل قد ما بدنا، نوزع الجبنة على النص وعم بدنا نقلبها. نطويها نصين نخليها تكمل استواء. وعلى الطرف الثاني لحتى نرضى عن اللون اللي بدنا اياه، الله يرضى عليه. شايفين لون ما احلاه؟ رهيب. جبنا شلون بلشت تسيح، بنقيمها على جنب ونعمل وحده ثانيه. وهي وحده بدي اعملها قدامكم كمان، بنحط لها اذا حبينا موزاريلا وجبن عادي، ما شرط بس جبن عادي، اي نوع جبن بنحط الا السائل. تاخذ اول وش
نقلبها نستنى عليها شوي كمان مشان يكون في استوى من جوا ومن برا. ما بدي اياها تنفش مثل الرغيف، بدي بس تاخذ استوى داخلي. استويت، نحط الصلصة تبعنا. يا سلام، نحط الجبنة العادية ونزيد عليها الموتزاريلا عشان نضمن مطة زايدة بزيادة بزيادة بزيادة، بالذات بالذات اخويا نطوية هيك. هلا ايدي انا تقبل الحرارة، فانتوا لا تعملوا هيك شيء، خليكم بالمعلقة عم تشتغلوا. نقلبها على الطرف الثاني تتحمص وأكل ان شاء الله تدعونا عليها. فيكم تعطوها هيك تمام اذا حبيتوا، رشة زيت زيادة. يا عيني على الروائح الحلوة. وهيك خالصة تيجي مع الصحن ونشتغل غيرها. نخلص الكمية ان شاء الله ونرجع لكم. عشاق الزعتر وينهم؟ عشاق الزعتر قرب لعندي، انا ما بحب زعل حدا. وهي مشان عشاق الزعتر خص نص زعتر مع زيت زيتون طبعا. شوية استوى من هون. اللي ما بحب الجبنة والمحمرة والأشياء شو بنعمل؟ ما بنحرمهم شيء، نعمل لهم اياها بزعتر. منقوشي على المقلاية وعند عمك ابو معاذ، واهلا وسهلا بالشباب. نقلب شغلة رهيبة، تاكل احلى منقوشة زعتر شغل بيت. بدها برد هي، هلا اللي عنده برد بيكسبها. يا سلام ويا سلام، تعال تفرج يا سلام. هيك الزعتر تبعنا جاهز. يا عيني عليك الزعتر. هي اخواني للي ما بيحب مثلا هلا بكي او مستعجل او بده اياها اسهل، هي بالفرن كمان فينا نعملها. ندهن شوية زيت على الصينية نحطها، بس ما بحط الجبنة دغري. فرني على حرارة 250، حط الصلصة بس واخبزها. هاي الصلصة بعدين بنطلعها من الفرن، بنمد عليها الجبنة وبنرجعها على الفرن 3-4 دقايق لحتى تسيح الجبنة. زعتر، جبنة، أي شيء، صلصة اللي بدكم إياه. هي قبل ما يستوى 5 دقايق شو بعمل؟ أو 3 دقايق تقريبا بوزع لهم موزاريلا وبرجعهم يكملوا استوى.
حبايبنا، وهيك وصفتنا جاهزة إن شاء الله تكون نالت على رضاكم. وهي اللي عملناها بالفرن، يا ويلي ما شاء الله تبارك الله، شوفينا المنظر هيك عذاب، هذا العذاب بحد ذاته شغلة كبيرة. وهذا اللي عملناه هون على المقلاية، شايفين الجبنة ولا أروع من هيك. حط لك كاسة شاي. بسم الله الرحمن الرحيم. محرمة. والله العظيم رهيبة. وعملنا كمان زعتر للي ما بيحب الجبنة، كمان مع كاسة شاي. بسم الله الرحمن الرحيم، تطلع خطيرة. هذا الفيديو طبعا كان لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. بالنسبة للصلصة اللي بتزيد عنكم، الحشوة المحمرة، ممكن نحطها بعلبة ونغطيها بعد ما تبرد تماما على الفريزر شهر 2 3، ان شاء الله ما بيصير لها شيء. ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية على طول حبايبنا، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ولا تنسونا من لايك والشير والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. ولا تنسوا من الدعاء للوالدة ولكل مريض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.